السلام ورحمه الله. هلا عيني. الواحد يداوم. وين الدوام بالدفاع؟ في هذا الطيران. سياده اللواء ممنوع احد يدخل. ماكو دخول. ماكو دخول. لحد واحد أربعة ما حد يدخل. امر الدفاع هذا. ماشي امر الدفاع ما قال هذا. لا قال الدفاع هذا الامر. ماكو ممنوع احد يدخل للمدينه. عائله سيدي ياسر. وعائله وياك ما يصير يا اخوي. ما يصير ممنوع. الحل شو؟ والله يا سالم كيفي هاي مش واقفين عايفين نصبح حياه لها عيوننا طلعت من الـ من, الـ من التعب ومن الوقت. مو بيدي والله. ما اخليك تفوت. لا تظل تسولف. تتكون قوم تكون. ليش تتكون؟ شو مسوي لك؟ ده نفذ الامر وانت عسكري وتقدر. على عيني وعلى راسي. مو بيدي يعني. احنا مو انت. انت واحد عائله ممنوع تدخل يا سياده اللواء. اهلي فما خليهم يدخلون. وين كانوا وصاروا مع 10 ايام بغداد؟ والله كانوا بيت. اي يرجعون البيت. ما تخاف على المدينه انت يا حجي؟ لا شلون المدينه تبعك. بعد هو ما تقول ايش عندنا ايش حاطين بجيوبنا اذا رجعت واذا فتت. بس احنا حريصين على المدينه والله. لا ان شاء الله ماكو شيء. ما نقدر والله ما اقدر يعني. لا تقول طالعين لا غير. ما اقدر سياده اللواء. والله سياده اللواء ما اقدر يعني اعذرني وقدر الموقف وانت والله. اعتذر من جنابك الكريم واسال تاكد من المشتركه راح تتاكد وتعذرني يعني. لا لا عادي. يعني جنابك حتى لو جاي وحدك ترى ما راح افوتك الا واحد اربع اليوم جانا كتاب الصبح احنا ليش واقفين؟ جانا كتاب العسكر ما ينزلون وما يلتحقون بعد. واحد قال الكتاب واحد اربع كان جيش واحد اربع اول وجبه اي طبعا وثاني وجبه قبل 15 يوم راح يعني قصدي واحد اربع و15 فقط بعد ماكو فاحنا واقفين لانه شفت العالم قد واقفه بشاره يعني من الصبح لها سوى الله واقفين على رجلينا صارت رجلينا اخوه فاعتذر من جنابك واحسبها علي وقدر الموقف يعني عزيزك يلا سياده اللواء المحترم جندي ما يفوت مخابرات ما يفوت استخبارات ما يفوت مريض ما يفوت عامل ما يفوت مو الموضوع انه احنا نريد نتعبكم الموضوع انه اكو مرض متفشي بالبلد محتمل لا سمح الله واحد من عندكم شايل عدوى يفوتها بالمدينه يسوي لنا كارثه اني مسؤول امام الله وامام هاي الناس اللي جوا على المحافظه على المدينه فتزعلون يظل بخاطركم علي مو مشكله ولكن احافظ على المدينه وسلامتها فاركبوا سياراتكم وروحوا ما راح اخلي احد يفوت بعد اقطع الكلام ما اسمع ولا كلمه تفضل يلا الكل اسمع الكلام ونفذ وتوكل اللي صار له 10 ايام حضر موجود وقدر يبقى في بغداد يكمل 5 ايام او 10 ايام اخرى شيل غراضك وروح الجندي هو مجاز من الدوله لحد يوم 1/4 احنا عندنا يوم 1/4 فقط مسموح به يصير تبديل غير هذا الكلام ماكو العمال اللي كانوا يشتغلون خارج الانبار 10 ايام بالحظر يروح يكمل 10 ايام الاخرى وينتظر بعد واللي عنده اي سبب اللي كان قدر يبقى خارج المحافظه 10 ايام واكو ازمه وبلغنا انه اكو حظر تجوال وقدر يبقى 10 ايام يتحمل الفتره الباقيه الاخرى سلامه المحافظه اهم من عندكم انتم واضح الكلام مالي وانتم مو رايحين ببلد غريب العراق هو بلدكم وبغداد هي محافظتكم اقطع الكلام وتحرك يلا الكل ما حد راح يفوت بعد ترى شنو انت هلا شنو والله جاي نعم يلا فر سيارتك ورجع يلا بسرعه والله اللي يروحون يعبرون دير بالك سياده العقيد فر سيارتك ترى يصير زعل بعدين شوف سيدي ايه خلي يجيني لا توقف احد يلا شنو انت بابا؟ ها؟ صحة المطار افطر ورجع شو تسوي صحة المطار؟ اي كمل لما ينفتح الحظر يلا ترجع ماكو جاية بعد يلا افطر ورجع يلا ارجع قلنا تعال يلا روح اطلع افطر وارجع يلا افطر وارجع مهند شنو انت ابويا؟ هلا لا تنزل شنو انت؟ والله سيدي جيب الضباط يلا افطر وارجع يلا افطر وارجع يلا 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 افطر وارجع يلا شنو انت وليدي؟ شنو انتو؟ يلا افطر وارجع يلا شنو انت وليدي؟ سيدي كتاب نقل عند الحضاري نتائج 4/4 واحد اربعة تجون يلا اجازة من عندي يلا قولهم قائد العمليات رجعنا 1/4 تجون يلا امشي شنو انت وليدي؟ هلا شنو انت؟
احكي بصوت عالي. صوتك. شنو انت؟ افتر ورجع يلا 1-4 تجي. يلا مشي. هو 1-4 تجي. وين كنت لعبت؟ وين كنت؟ اي امشي افتر يلا 1-4 تجي. يلا ماكو بعد صوتك. امشي اطلع. امشي يروح. سد الباب. سد الباب. اي جابه وياه هو. اي شنو انت؟ هلا شنو؟ شنو انتو؟ يلا افتر وارجع. يلا ماكو دخول بعد.